أهدى مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح قطعة أثرية نادرة صينية إلى متحف بولي الدولي من مجموعته الخاصة الأثرية. وقالت سفارة الكويت في بكين في بيان صحفي اليوم إنه أقيمت مراسم رسمية لاستلام القطعة الأثرية النادرة في مقر مجموعة بولي الحكومية العملاقة للتكنولوجيا في العاصمة بكين، وأوضحت أن القطعة التي تعود إلى حقبة الممالك المتحاربة في الصين في الفترة الكربونية بين عامي 771 و422 قبل الميلاد سوف تكون رمزا معبرا عن العمق التاريخي للعلاقات الكويتية الصينية، وأشارت إلى دفع العلاقات بين البلدين لمرحلة جديدة من التعاون الثقافي والتي ستكون بدورها رديفة للعلاقات التاريخية المتميزة على الصعيد السياسي على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.